اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل بس ما ادخل في ماتش امبارح، تحيه لكل حد فرضت عليه ظروف شغله انه يكون موجود في الشارع النهارده. يمكن مصر كلها الحقيقه من اقصى شمالها لاقصى جنوبها، من شرقها لغربها، بتعاني من ظروف جويه صعبه شويه، وما زال في مقاتلين وابطال واقفين مكانهم ستاند باي عشان يقوموا بدورهم في على اكمل وجه رغم صعوبه الجو، فتحيه طبعا ليهم. ماتش امبارح طبعا الكلام عن اهلي ومريخ العلامه الكامله، زي ما قلت ماتش حقق للنادي الاهلي مكاسب كتيره جدا، تتخطى بكتير جدا الثلاث نقاط اللي حققناهم في اول مشوار البطوله بحثا عن النجمه العاشره. هنتكلم على اجمالا طبعا ماتش الاهلي والمريخ، والاهم كمان هنتكلم على الفتره اللي جايه. الاهلي ان شاء الله بيستعد لمواجهه سيمبا التنزاني في تاني مواجهات دوري ابطال افريقيا مع واحد من نجوم النادي الاهلي دكتور احمد فوزي، ضيفنا في السادسه. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء الفل يا ابو حميد، ازيك يا ابو حميد؟ احنا كل اسبوعين ثلاثه كده تشرفنا وتنورنا، نقول لك مبروك على بطوله، مبروك على برونزيه، مبروك على الحمد لله حلو. الحمد لله يا رب دايما. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الاهلي هو اللي دايما رافع راسنا، مش العادي. احنا اللي يعني صحيح. اللي وشنا حلو، لا الحمد لله النادي الاهلي هو اللي دايما رافع راسنا ومخلينا منتشين ودايما ماشيين اهمتنا في السماء الحمد لله. اتبسطت بالبرونزيه طبعا؟ اكيد الحمد لله، يعني انجاز بيتكرر بعد 15 سنه فتره كبيره. احسن حاجه في الانجاز ده بالنسبه لي ان الجيل اكتسب ثقه البطولات الكبرى حقيقي. دي احسن حاجه، اللي هي زي ما بيقول كده ما وراء الجدران، يعني دي اهم حاجه ان الجيل زي ده فكره يتغير تماما من المحليه، وانه يروح ثلاث ماتشات نهائي افريقيا ويخسرهم اثنين بقله خبره، من خصوصا الخساره الثانيه بتاعه الترجي قله خبره كبيره. انت بتتكلم على النسختين اللي قبل 18 تحديدا كنا ماشيين كويس جدا، الشوط الاولاني ويخش فينا جون في اخر دقيقه والجيم كله يتقلب الشوط الثاني، فدي طبعا نقص خبرات مع بالنسبه لي انا بقى بعد ما كسبنا القاضيه وبعد ما رحنا كاس العالم والبرونزيه، انا شايف ان وجهه نظري ان احسن حاجه حصلت هي اكتساب الثقه في الجيل ده، انه يتعطش للبطولات الكبرى ويبقى قريب من انه يروح ان شاء الله السنه الجايه اليابان، وان شاء الله نعمل حاجه اقوى. انا بتهيألي بعد البرونزيه هم نفسهم يعني اذا كان افريقيا في حد ذاتها كانت هدف، بقت دلوقتي اكتر من هدف، لانه ده يعني اتشارك في كاس عالم الانديه ونفسه يخوض التجربه مره تانية. اكيد الاجواء اللي راحوها وعاشوها حتى وان كانت في فقاعه مغلقه، ولكن الاجواء حسستهم قد ايه العالم كله بيتكلم عليهم، قد ايه النادي الاهلي رفع هامتهم، وقد ايه هم عاملين انجاز، واعتقد ان هم مش هيتنازلوا عن هذا الانجاز السنه دي ان شاء الله بتحقيق العشره ثم الوصول لكاس العالم. بتهيألي كابتن احمد برضه في نقطه يعني ما ينفعش نفوتها، هي فكره انك انت من بالذات لما نكون بنتكلم مع لعيبه شباب صغير، وانت عارف انه الاهلي بيبني فريق شباب اكيد، يعني انت نزلت متوسط الاعمار بشكل كبير جدا تقريبا 26 سنه بالظبط، قوام النادي الاهلي عنده 7-8 دوليين في منتخبات شباب سواء أكيد. منتخب مصري او غيره، فحته الخبره شويه مش موجوده، ودي اعتقد كانت واحده من مكتسبات أكيد. المشاركه في بطوله العالم للانديه، لكن من وقت للتاني انت بتحس انك انت محتاج مقياس قوه، اللعيب بينه وبين نفسه عايز يقيس قوته. لما تلعب قدام بايرن ميونخ وتعمل ماتش بالشكل ده، لما تلعب قدام بطل امريكا الجنوبيه وتكسب والناس كلها تشيد بقوتك وبادائك وبانك انت كنت احسن واقدر بحسم المباراه، حتى مش بتكلم بس على ضربات الترجيح، انت لما تقيس الارقام والفرص للنادي الاهلي انت اللي اخطر وانت اللي ضيعت صحيح، فلما لما تمر بمقياس القوه ده وتعرف انت فين، ده بيسهل لك بعد كده بقيه المشاوير. يمكن انت كمان تغاضيت في كلامك عن مباراه الدحيل. فرقه قويه جدا. لا بالعكس، الدحيل فرقه محترمه جدا، فرقه قويه جدا جدا جدا. انا ليه قلت لك البايرن وبالميراس، لانك بتتكلم على الفرقتين خبرات اكتر وقوه فرقتين بيجوا من بالزبط. بلدهم مرشحين اول وتاني على طول، أنا ده طول الوقت مش بس في النسخه أنا دي. انا معاك اكيد، مواجهه بايرن واكيد مواجهه بالميراس حاجه بتخليك على طول تحت النظر، بتخليك عارف انت واقف فين من الفرقه دي، بمعنى انت لاعب زي محمد هاني شفنا الفرق الكبير جدا 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 في التعامل النفسي ضده وعليه وبعد كده معاه بعد البطوله طبعا. شفت محمد هاني كلامه بعد البطوله، انا عايز اروح تاني عشان اقول للناس كلها انا ايه، دي
خبرات اكتسبها من لعب قدام ديفيز وكان يعني ما على احسن ما يكون طبعا. ما عملش الراجل من ناحيته حاجه بصراحه يعني الهدفين مش من ناحيته اصلا. انا مش هتكلم على محمد هاني لوحده، الفرقه كلها. انت شفت مثلا واحد زي حمدي فتحي اكتر قاطع كرات في الـ في الـ في البطوله كلها، ده انجاز. الشناوي لما يترشح ياخد احسن لاعب في البطوله وياخد الثالث تقريبا، انجاز. لما لما 8 من 10 التقييم بتاع الشناوي في البطوله كلها، انجاز. حاجات كتير جدا 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 بتخليك انت بتحط نفسك قدام النادي الاهلي، بتحط نفسك قدام فرق منافسه، بتخليك انت ذات نفسك تطلع اقصى ما عندك وتبقى عارف ان انت لعيب ممكن تتصنف اوروبيا بسهوله جدا. سؤالي اللي جاي، وانا عارف انك طبعا اهلاوي جدا، بس انا مش عايزك تجاوب عليه كاهلاوي، انت عايزك تجاوب عليه اكتر كمواطن مصري. تمام. مفترض انه الانجاز اللي حصل ده يتحسب للكره المصريه والرياضه المصريه. اكيد. حسيت انه الفرحه بانجاز النادي الاهلي في مونديال الانديه مصريه، ولا حسيت ان في ناس متضايقه بسبب فوز الاهلي بالبرونزيه؟ طيب هقول لك حاجه، احنا في كل حته في الدنيا في اللي سوي وفي غير السوي، ده شيء طبيعي. انما يعني لو حسيت مصر كلها اعتقد كانت فرحانه للنادي الاهلي، اللي مش فرحان للنادي الاهلي يعني بعض اللي هم مش هسميهم حاجه. أيوه. انما هم الفرحه دي يعني بتنغص عليهم حياتهم، كل ما الاهلي يعمل حاجه تنغص عليهم حياتهم، هم الخسرانين مش النادي الاهلي. انما هو مش هيزود ولا هينقص فرحه الاهلي. كنت لسه والله كنت لسه اقول لك الجمله دي، متفق معاك. بس انا دايما بيبقى عيني على الاجيال اللي جايه بعدنا. لما يكون في ناس قاعده في موقع مسؤوليه وبتخاطب راي عام وبتخاطب جماهير معينه بعينها، دي مسؤوليه كبيره جدا. مهم جدا الميراث اللي انت سايبه للجيل اللي جاي من بعد منك، مهم جدا توضح وتفرق وتحدد ايه هو الصح وايه هو الغلط، وانه اي نادي مصري. يعني امبارح كان في تصريح مثلا لباتشيكو مدرب الزمالك انه نفسه يعني يلاقي الاهلي في يقابل الاهلي في نهائي. انا قلت دي حاجه تفرحني جدا. ايوه طبعا يا طبيعي جدا لما يبقى في فرقتين مصريين، اهلي وزمالك، ده شيء يفرح كل المصريين. النهائي يبقى الثاني على التوالي من مصر، دي حاجه تفرح كل المصريين. ليه الروح دي مش موجوده كابتن احمد؟ طيب يعني انت تطرقت النقطه، انا كنت كده هكلمك فيها. احنا عايزين نهدي الاجواء شويه يا جماعه. الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه شيء ما بين، لازم نهدي الدنيا شويه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. ما كان يعاكن على الكره المصريه مش موجود دلوقتي في الساحه. اللي كان عامل كل حالات الاحتقان خلاص مش موجود في الساحه. الدنيا لازم تهدى بقى خلاص. كان شخص ما واخد وراه قطيع كبير وعامل مشاكل كبيره مش موجود دلوقتي، والحمد لله ان هو مش موجود. لازم الدنيا والاجواء تهدى. والله العظيم يا جدعان احنا طول عمرنا اهلي وزمالك، وطول عمرنا عايشين في بيت واحد اهلي وزمالك، وهنكمل وهنعيش مع بعض طول عمرنا ومش هيحصل حاجه. لازم نهدي الدنيا شويه ما بين الجماهير. صحيح. انت تفرح لي انا افرح لك، ده الطبيعي. انت النهارده لما كابتن علي ابو جريشه يطلع يقول كابتن الخطيب راح للعيبه وقال لها كذا 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 والنادي الاهلي عمل اللي عليه ثالث ومثالث. طيب خلينا نروح لفاصل سريع جدا كابتن احمد، وهنرجع الكلام يتواصل مع حضرتك في السادسه فاصل ونرجع لحضراتكم. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم، وهتكلم حاضر والله في ماتش المريخ، وهتكلم في ماتش سيمبا، عندي حاجات كتيره جدا اتكلم فيها مع كابتن احمد، لكن الموضوع ده الحقيقه لا يقل اهميه. احنا كنا بنتكلم على المنافسه، وبنتكلم على انه المنافسه تحولت من منافسه رياضيه، من منافسه بطولات وانجازات، للاسف شديد جدا لمنافسه تصريحات، اهانات، استفزازات، اشاعات. وده شيء ما اعتقدش انه هيفيد الرياضه المصريه باي شيء، وما اعتقدش حتى انه هيفيد الكيانات المفترض الحقيقه انها كيانات كبيره جدا وعندها تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، وللاسف الشديد جدا تراجعت. والتراجع ده زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه مش في مصلحه الاهلي. انا يمكن كابتن احمد طبعا بعد الترحيب بيك مره ثانيه كنت بقول انه الاهلي من مصلحته دايما انه يكون في منافسه، مش بس في الكوره، في مختلف الرياضات، ومش ما يكونش منافس واحد، بالعكس ده يكون منافس واثنين وثلاثه. ده يهم الاهلي، ده يفيد الاهلي ويفيد من وراه كمان الرياضه المصريه. طيب خلينا نكون واقعيين، الاهلي من غير منافس مش هيبقى الاهلي. بمعنى اصح، لو ما فيش حد بيجري معاك في السبق هتجري براحتك، ما فيهاش مشكله. انما طول ما في واحد بيجري معاك عشان يوصل قبليك فانت هتبذل اقصى ما عندك.
ادي نمره واحد. نمره اتنين لما الفرق، هنتكلم على الكوره، لما الفرق تبقى واحد واتنين وتلاته واربعه بتنافس النادي الاهلي، دي في حد ذاتها هتزود روح المنافسه عند اللعيبه. رقم اتنين هتخلي اللعيبه تطلع كل اللي عندها، وهتخلي المسابقه والجمهور والمردود ودليل قصه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص. هو مفيش شك ان الرياضه في اخر سنتين ثلاثه يمكن في البيك بتاعها من بعد ايام الثوره. صحيح، الرياضه استعادت الرياضه أكيد أكيد جزء كبير من قوتها. يعني انت عندك مثلا في التنس بتلاقي ميار حته ثانيه برضو اهلاويه. أيوة. تعالى اتفرج، اليد منافسه كبيره جدا طبعا. الطايره النادي الاهلي عامل حاله كبيره، في السله عندك الاهلي والاتحاد وسبورتنج والزمالك، في كذا فرقه. فانت القصه في ايه؟ انت عندك لما يبقى عندك فرقه واثنين وثلاثه واربعه بنفسه، هيخلوا النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي وجهازه يقدموا احسن ما عندهم، ودي الميزه. انما قصه بقى التنمر والاقوال الغير صحيحه والسب ده في صفحات بتطلع حاجات مش موجوده في الكون اصلا. أيوة. وافكار غريبه عشان تهيج الجمهور بتاعها على الفرقه الثانيه او على الجمهور بتاع الفرقه الثانيه. على العكس، في مسؤولين للاسف وفي يعني صحفيين ومذيعين كبار جدا بيجيبوا واحد من هنا وواحد من هنا عشان يترشقوا بالكلام، وده ياخد السوشيال ميديا والترند ونسبة المشاهدة واللايكس والكومنتس والفيورشيب، هي دي السبب من وجهة نظرك؟ للأسف للأسف مفيش، أصل مش هتقدر تصنفها. يعني للأسف مفيش حل تاني. طول عمرنا كان عندنا قناه واحده بس بنتفرج عليها، وكنا بنلاقي اهلاوي وزملكاوي قاعدين بيحللوا ومفيش اي مشكله. ومفيش حد بيقطع في التاني. دلوقتي ده بيقلل من انجازات ده، ودلوقتي ده بيقول ده مش هيقدر يوصل لي. هقول لك حاجه، انا يمكن في فتره من الفترات كنت فعلا انت نجم مدافع. نجم وصاحب يعني مشوار ناجح جدا. هو النجاح مهم قوي لدرجه انه يجي على حساب اي شيء؟ يعني حتى ولو كان نجاح مزيف، يعني أخلاقك ومبادئك ودينك اهم من اي حاجه. ما هو انت باي حال من الاحوال انت بتتطرق غصب عنك ان انت يعني تعمل حاجات سيئه تخالف اخلاقك و و و و. بصراحه انا هقول لحضرتك حاجه، في فتره من الفترات يمكن من سنتين ثلاثه كان في هجوم ضاري على النادي الاهلي من بعض الناس، وبصراحة كنت بدافع بقدرة كبيرة جدا. يمكن زي ما بقول لحضرتك من أربع شهور أو من ثلاث شهور تحديدا ما بقيتش أتكلم على حد تاني خالص خالص خالص، لأن اللي كان يتعب النادي الأهلي أو اللي كان بيشكك في النادي الأهلي وبيشكك في زمم الرئيس وبيشكك في إنجازات النادي الأهلي مش موجود دلوقتي. فأنا خدت قرار إن أنا خلاص أهدى. اللي كنت ممكن أعمله في وقت من الأوقات إن أنا أقف في ظهر النادي الأهلي، ودي مش بعملها، يعني مش انا العفريت يعني، بس انا بعملها بحب غصب عني، تطلع غصب عني والله. انما دلوقتي واخد قرار ان انا ما اردش على اي حاجه تهيج الناس تاني، لان فعلا احنا غصب عننا ممكن ناخد ذنوب ناس تانية، ممكن تتخانق وتعمل مشاكل و و و و و. فدي بقى رساله للدنيا كلها، يا ريت الدنيا تهدى. يا ريت، انا واحد من الناس بقول مش هتكلم تاني في حاجه زي كده، ومش هعمل اي مشكله. يا رب الناس كلها تحذو حذوي. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت، وأضيف على رسالتك رسالة تانية. أنا راكب فوق القمة، أنا متصدر، أنا صاحب بطولات وإنجازات. أعتقد أنه مش من المعقول أو من المنطقي أنك أنت تحاول تضايقني أو تحاول تستفزني أو تحاول تصدر لي أي مشاعر سلبية، كانت إحباط، كانت إشاعات بأي شكل من الأشكال. لأنه أنا لو انتهكت نفس المنهج ده اقدر اوجعك جدا جدا جدا، وده شيء وطريقه ما نحبش ابدا ان احنا لا نطبقها ولا نشتغل بيها. هرجع للكوره مره تانية وهتكلم على ماتش المريخ. ماتش المريخ في كتير توقعوا ان الاهلي يعاني شويه، بدايه مشوار جديد، الحاله النفسيه للعيبه مشبعين ببطولات، ما عندهمش الحافز، اللي راجع من بطوله عالم واخد مركز ثالث، حاله الاجهاد البدني، لعب ثلاث ماتشات في وقت قريب جدا، ثلاث ماتشات تقال جدا فيهم مجهود كبير جدا، فكانت ناس حاسه وخايفه انه الانطلاق بتاعت المشوار تبقى صعبه الى حد ما. ورغم كده الاهلي قدم عرض قوي جدا. اكتر حاجه عجبتك في اداء الاهلي امبارح، وايه هي من وجهه نظرك اهم المكاسب اللي حققها النادي الاهلي؟ طيب بدايه لازم احيي رنجوجا المدرب الاحمال. الراجل مخليك انت لعبت 270 دقيقه ولا اقوى، مش حاسس بيهم امبارح في المباراه،
وبتعمل 90 دقيقه قويه جدا، تستحوذ على الكوره 45 دقيقه الشوط الاولاني وبتضيع فرص يمكن لو حسبناها تقريبا 5 فرص محققين حقيقي. الشوط الثاني بتجيب 3 اهداف وبتضيع 2، فانت مجمل المباراه ما بيجيش عليك غير 3 كور. طبعا الشناوي نرفع له القبعه، شايل واحده، ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيه، شايل 2 في كوره واحده. يعني حاجه كده تحسسك ان احنا بنلعب في اوروبا الشناوي ده حقيقي. يعني مكانه بصراحه مش النادي الاهلي، مكانه النادي الاهلي من وهو صغير. لا لو جاله عقد احتراف انت مع انه يحترف ولا يكمل في الاهلي؟ للامانه هكلمك بالامانه، انا مع ان هو يحترف، بس انا عايز يوقف للنادي الاهلي لحد ما يبطل. بس صراحة الاهلي قادر ان هو يعني يعوض الشناوي؟ انا بتهيألي مدرسه حراسه المرمى في الاهلي قويه أكيد جدا، اكيد من يعني علي اقوى المدارس بصراحه. اكيد علي ومصطفى ان شاء الله هيبقى ليهم مكان يعني ان شاء الله قريب. بس احب افكرك ان عمر رضوان قريب قوي هيرجع النادي الاهلي، وقريب قوي هيكون ليه مكان، لان الولد ماشي مع اسوان بطريقه مميزه جدا جدا، من احسن حراس المرمى في الدوري. الراجل عامل 52 تصدي. أيوه. 52 تصدي. في ناس كتير أسوان. بتقول انه اداء اسوان الموسم ده والنتائج اللي محققها جزء كبير جدا الفضل فيها بيرجع لاداء عمر. بقول لحضرتك في 13 ماتش 52 تصدي. يعني لو قسمت 52 على 4 تصديات حاسمه في المباراه. النهارده عامل 6 تصديات، منهم 4 بوكس، 4 من داخل الصندوق. اوفرات، تحركات، عامل ماتشات كويسه جدا. اتمنى له التوفيق وربنا يكرمه ان شاء الله، وان شاء الله نشوفه قريب في النادي. انا خرجت بس معلش ارجع تاني للشناوي. الشناوي عامل حاله من ان انت وانت قاعد في البيت عارف ان انت مش هخش في الجول. لاعبته، السردباكات بتاعته عندهم ثقه، اغلط زي ما انت عايز، انا الشناوي وراك هشيل. ايوه، ودي ميزه كويسه جدا. خلي بالك الناس كلها بتتكلم على الكوره اللي هو طلعها برجله زي جوان اليد وردت وجت في رجليه وهو واقع في الارض. انا بالنسبه لي الكوره اللي صعبه جدا 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 في فاول اتعمل في الزاويه الضيقه اترمى وطلعها من على خط الجون حقيقي. صعبه جدا. ليه؟ لان انت لو شفت الاعاده كان واقف 2 في الحيطه، مره واحده فعمل كده والكره عدت من وسط الحيطه. فالكره بقت صعبه جدا. عملوا مفاجاه للشناوي جدا. لو هو مش مركز كمين للشناوي بالظبط، كمين لو مش مركز مش هيطلعها. لما تيجي تتفرج على المباراه، كلامه، قدرته على توجيه لاعبته في ادوار مؤثره جدا. طبعا انت هفكرك بمباراه بالميراس قبل ضربات الجزاء على طول، راح لهم وهو واقف قال لهم دلوقتي كل واحد يشيل شيلته، كل واحد مسؤول عن ضربه الجزاء اللي هيلعبها والباقي على الله ثم عليه. الكلمه دي لما تطلع من قائد الفريق دلوقتي، لا ده انا بفكركم، لا خلي بالكم كل الكلام اللي احنا قلناه خلص خلاص، تعادلنا 0-0 ونلعب بالنات. كل واحد دلوقتي يركز في ضربه الجزاء بتاعته. صحيح، فهو عنده قدره، هو اكبر بكتير منه بس حارس مرمى، هو قائد فريق حقيقي. قائد، وقائد على احسن ما يكون. مع الشناوي تختار لي اسمين تاني بتشوف ان هم الافضل على مستوى حراسه المرمى في مصر؟ في مصر اكيد ابو جبل. بعد كده ممكن بس هو ما بيلعبش دلوقتي يعني. عواد ولا الشناوي التاني؟ لا ولا الشناوي ولا عواد. اسمه ايه بتاع بيراميدز؟ مهدي سليمان. مهدي سليمان. انما اللي بيلعب ورجله مو في الملعب هو عامر عامر يعني. يعني دول احسن ثلاثه، دول الافضل من وجهه نظري. وبعد كده بقى كل الاولاد ماشيين كويس، محمد صبحي في الاتحاد ماشي كويس قوي على فكره. أوكي. زي ما قلت عمر رضوان. ايه رايك في فكره الكلام على انه الانديه المصريه تستعين بحراس مرمى اجانب؟ شايف ده يكون في المصلحه ولا ممكن يجيب نتيجه عكسيه او نتيجه سلبيه؟ انا توقفت ماتشين عشان الكلام في الموضوع ده. بص وجهه نظري لان انا موجود في المنظومه، الحراس دلوقتي ماشيين بصوره جيده جدا 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 عشان مفيش حراس اجانب. في فتره الالفينات او 2000 من 2005 ل 2012 تقريبا ما كانش عندنا حارس مرمى واقف على رجليه غير عصام الحضري. دلوقتي انت من بعد 2012 شوف كام واحد لعب منتخب. شريف اكرامي لعب، واحمد الشناوي لعب، ومحمد الشناوي لعب، وعصام الحضري لعب، حتى جنش لعب، كل دول لعبوا. ليه؟ عشان الحارس عايز ممارسه على طول تحت الثلاث خشبات. فانا شايف ان من وجهه نظري ان الـ التوصيه دي غير موفقه. يعني هم خدوا توصيه
بان السنه الجايه يحصل كذا كذا كذا. اتمنى انها ما تحصلش لصالح الحراس الصغيرين. مش الحراس اللي بيلعبوا دلوقتي، اللي بيلعب دلوقتي هيبقى معروف وهيبقى قادر انه يرجع في اي وقت، انما الحراس الصغيرين في السن 16 و17 و18 سنه احنا كده بنقضي على جيل كامل من حراسه المرمى هنعاني بعديه بعد 10 سنين. تمام، هرجع للنقطه اللي انت ابتديت فيها او جاوبت فيها بنقطه اولى، هي الشناوي اهم. تمام. مكاسب مباراه امبارح، ايه تاني مكاسب حققها الاهلي أكيد. والتر المريخ والتر بواليا ناهيك عن الهدف اللي احرزه. خلي بقى يعني هقول لك، هو اولا عمل 2 اسيست هايلين الشوط الاولاني، واحده لقفشه وواحده الكهرباء بدماغه. الشوط الثاني بينزل بيطلع محمد هاني في اوفرين، منهم الاوفر اللي جه منه الجون بتاع قفشه. ايوه ابتدى يلعب مع زمايله كويس جدا، خاصه اجاييه، ودي في حاله كده من الربط بينهم، ودي حاجه مميزه جدا. اجاييه امبارح بتهيألي كمان كان واحد من مكاسب اجاييه نمره واحد امبارح. بس خلينا نخلص والتر. اتفضل. والتر الجون لما جابه، خلي بالك هو الشوطه بتاعته زهق. يعني انا بقى هشوط وخلاص، انا كنت باركن وما كانتش بتيجي، انا هشوط وخلاص. وفعلا ده اللي حصل، بيطلع كل الضغوط من عليه. التعامل بتاع ديانج مع بواليا 10 على 10، بيروح بيشد من ازره بيحط له رجليه تحت. الفرقه كلها بصراحه امبارح بعد كده حمدي فتحي يعني وقاعد بره يطلع يبوس راسه. فاللعيبه عندها ثقه كبيره جدا في بواليا، والحمد لله امبارح كان البدايه الحقيقيه. نتمنى له التوفيق في القادم. اجاييه ابو خالد بصراحه بيعمل معانا حاجات غريبه قوي. يعني بص ابو خالد في الماتشات القويه، الماتشات القويه تلاقيه كويس جدا، واقف على رجليه ومركز، عنده ثبات انفعالي، عنده قدره ان هو شخصيه قويه جدا. في الماتشات اللي هي اللي مش قويه قوي ما بيجيش. ابو خالد بينفض نفسه. ما بيركزش قوي يعني. ولكن في العموم هو لاعب مهم جدا جدا جدا. امبارح لا لاعب مهم جدا. ممكن تلعب، هتلعبه 7 يلعب، هتلعبه 11 يلعب، هتلعبه 9 يلعب، هتلعبه 10 يلعب. يعني هو بيتميز انه ممكن يلعب في الاربع اماكن اللي موجوده فوق. فطبعا لا اجاييه حاله كبيره جدا. محمود وحيد مكسب امبارح زي ما قلت، محمود وحيد كان يستحق ان هو يبقى متواجد، ولكن علي معلول تشكيل جوله اولى في دوري ابطال افريقيا. طبعا يعني طبعا هاني وهاني ووحيد ومحمود وحيد وديانج وبواليا، الاربع لعيبه في ال 11 الاساسيين يستحقوا. محمود وحيد انت عندك ما حسيناش بغياب علي معلول قوي، يمكن في كورتين او ثلاثه الشوط الاولاني ما كانش في ربط بينه وبين عمرو السوليه او اجاييه، باك انسجام برضه احمد. ما هو ده اللي انا لسه بقوله لحضرتك، لسه بقوله ان هو عايز الربط، انما كوره اداء تغطيه عكسيه اوفر. انت عارف ان هو عامل 11 كروس امبارح، 11 كروس، ثلاثه مش ثلاثه ما وصلوش او ثلاثه كانوا على الارض، وثمان كروسات عاليه. فده رقم كبير جدا للاعب بقاله كتير ما بيلعبش من يوم 23 ديسمبر اخر مباراه رسميه ليه. 23 ديسمبر، فلما تلاقيه 23 ديسمبر بيلعب يوم 15 فبراير وبيلعب بالاجاده دي، لازم ترفع له القبعه. محمد هاني ماشي على المستوى اللي كان فيه في الدوحه، رجع بنفس القوه نفس التركيز، ميزه مكتسبه جدا جدا لمحمد هاني الفتره الاخيره. عامل كروس بجون، عامل ست كروسات امبارح، منهم واحد بهدف واثنين كانوا خطيرين على المرمى. طبعا هايل السوليه امبارح. السوليه امبارح دوره مختفي تماما، صح؟ مش حاسس بيه. تعال بص على الثلاث اجوان بتاعت النادي الاهلي. كرة بتتباصى على خط النص، بتتباصى 1 2 3 4 أربع لمسات، الخمسة الوحيد اللي لف وبص لقدام وعمل كي باص لبواليا عشان يحطها لمحمد هاني، السلاية الوحيد اللي لعب باص لقدام. والباص الطولي أحسن من 10 عرضي، الباص الطولي بتقطع بيه خطين عرض، صح؟ اللي هو المنافس بتقطع بيه خط الوسط وخط الظهر. فبالنسبة لي ده أهم باص، الباص الطولي. الجون الثاني كرة ناحية اليمين مع المريخ، هو اللي قطع وسلم ولعبها لأجاييه، وأجاييه حطها الكهرباء جوه. الجون الثالث قطع في نص الملعب بباص، قطع باص راحت لمين؟ لبواليا. إذا الكي باص امبارح، الكي بلاير امبارح في المكسب بتاعنا من وجهة نظري هو السولية. مع ان انت وانت بتتفرج تحس ان ديانج اقوى. ليه؟ لان ديانج عنده قدرة على الاستخلاص اعلى بكتير من السولية، ولكن السولية بيقدر يعمل لك اللي ممكن يبقى قليل عند ديانج. عنده ميزه بوكس تو بوكس، ممكن يجري من 18 بتاعك لحد ال 18 الناحيه الثانيه. أيوه. بقوه وسرعه وما تتاخدش منه.
السوليه بقى هو صاحب البساط اللي فيها زي ما بيقولوا الفينش المهم. طيب قبل ما اخدك واروح لسيمبا انا عندي حاجات كتير جدا فضل. وعايزه يعني اطرحها كلها، مش عايز حاجه تفوتنا. اتفضل. موسيماني ايه بالنسبه لك؟ لانه الحقيقه الراجل يعني طبعا الراجل لم يتعرض لخساره غير ماتش البايرن من ساعه ما تولى المسؤوليه، وانت عارف انه تولى في توقيت صعب جدا جدا، وشارك في بطولات كتيره جدا وكان ليه بصمه حقيقيه في تحقيق البطولات دي، واهمها كانت دوري ابطال افريقيا ومشاركته في الـ 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 كاس عالم انديه، عززت الحقيقه من كفاءه وقدرات موسيماني بشكل كبير مع النادي الاهلي. بدايه انطلاقه في نسخه جديده من دوري الابطال بتقول انه فاهم وحافظ وعارف، رغم غياب احنا بنتكلم على سته دوليين، بنتكلم على فرقه كامله كابتن، فرقه كامله فرقه عندها خبرات وفرقه عندها امكانيات، وفرقه بكلمك على معلول، وليد، ايمن اشرف، طاهر، محمد طاهر، حسين الشحات، حمدي ما كانش موجود، في حمدي فتحي، حمدي كان بره طبعا، ماشي بس يعني ما رضوش يلعبوه عشان الارهاق. فانت بتتكلم على ست سبع لعيبه، فرقه كامله غايبين وجاي من بطوله سفر ذهاب واياب، ورغم كده ما زال الراجل لغايه اللحظه دي محل انتقادات وهجوم غير، انا بحط بين قوسين كده، غير مفهوم او غير مبرر. ماشي. رايك ايه؟ رايي شابوه شابوه مستر موسيماني. رقم واحد، انت لعبت اكتر من 26 لعيب في 19 مباراه او في 25 مباراه من مباراه امبارح، غير اللي كانوا موجودين ومشوا، كل الناس بتلعب وكل الناس بتأدي نفس الاداء. خلي بالك اداء الشوط الاول امبارح الفرقه كلها بتعمل، يعني انت بتقول ست غياب، بيعملوا نفس الشغل اللي بيعمله اللي كانوا متواجدين. هو ما عندوش اساسي واحتياطي، الراجل بيلاعب كل الفرقه وكل الفرقه بتجيد، بتعمل الشغل المطلوب، كل الفرقه بتجيد، بتلعب 4 2 3 1 بتجدها على احسن ما يكون. تعالى بقى الاهم، طول عمرنا في النادي الاهلي من سنه 2016 بنلعب 4 2 3 1 صريحه. تمام، تعالى بقى. فايلر حب يلعب 4 3 3 في ماتش سان داونز هناك اللي تعادلنا فيه 1 1 1 يمكن ما كانتش كويسه قوي، بس قدرنا نطلع بنتيجه ايجابيه. تعال بقى اتفرج على موسيماني بينفذ 4 3 3 ازاي في ماتش بايرن وبالميراس، واللعيبه بتتقن الاداء ده في الطريقه دي، فانت بتحفظ اللعيبه مش طريقه واحده، طريقتين، وبينفذوها كلهم بنفس الاجاده ايا كانت الاسماء الموجوده اللي في الملعب. انا مش فارق معايا مين اللي معايا، مين اللي هو مش ده يحسب لمستر موسيماني. طبعا طبعا يحسب لمستر موسيماني. الناس قبل ما نسافر كاس العالم قالت لك خساره وعدم وجود وليد سليمان. طب انت من وجهه نظرك لما بتسمع حد بيتكلم او بيهاجم مستر موسيماني او بيقول ان امكانياته لا تناسب الاهلي، او انه الراجل ما عندوش امكانيات من الاساس، او انه مستواه ضعيف، او الكلام اللي بيتقال ده، بتاخده على اساس ايه؟ انه والله يا لما هاجم كده واقول حاجه بره العرف وبره المنطق وحاجه ما حدش يصدقها تكسر السوشيال ميديا؟ طيب. ولا ده ممكن ياثر على معنويات الراجل او ياثر على طريقه ادائه مع النادي الاهلي فيعطل الاهلي شويه؟ يعني ايه المبرر من وجهه نظرك؟ ولا اي حاجه، ولا كاني بسمعه اصلا. ولا ما بتفكرش يعني في الدوافع ولا اللي يقول. بص، كل واحد بيبقى بيقول حاجه بيبقى ليه غرض من وراها، انما انا ليا اداء في الملعب. عايز اقول لك حاجه، مثلا عجز فايلر، الناس كلها فايلر كان بيلعب هجوم للهجوم، ودي مشكله كبيره. انا العب هجوم للهجوم واكسب 5 3 و5 4، الراجل ده لا، بدافع. انا عندي احسن منظومه دفاعيه في افريقيا دلوقتي، بما يرضي الله، احسن منظومه دفاعيه، وعشان كده بيكسب على طول. ايوه، غير من فكر الفرقه خالص. خلي اللي يتكلم يتكلم، اللي يتكلم هو اللي هيطلع منظر وحش. وفي ناس كتير عايزه تركب الترند والسوشيال ميديا وتطلع تقول لك اصل انا لو مسكت انا هبقى موسيماني، وهو لما يجي يختبر ويلعب هو يعني من غير ما. طيب. نروح لسيمبا التنزاني. نروح لسيمبا. سيمبا السنه دي يعني طبعا هو كسب في الجوله الاولى فيتا كلوب في المركز الثاني فرق الاهداف بعد النادي أكيد. الاهلي، فرقه من الناحيه الاقتصاديه بيدعمها واحد من رجال اعمال، وبالتالي يعني من الواضح كده انه الماتش هناك على ارضهم مش هيكون سهل. رؤيتك ايه الماتش سيمبا التنزاني، وازاي الاهلي باصص للمباراه؟ باصص ليها انك انت عايز تلعب على 3 بونت ولا تطلع بنتيجه ايجابيه وتتفادى اي خساره في بدايه المشوار؟ طيب خلينا بس نبقى واقعيين، اكيد انت رايح تلعب في سيمبا، المكسب بالنسبه لك هو هدفك الاولاني، ولكن
لو خرجت بالتعادل نقطه مش وحشه، انما خساره هي اللي هتبقى أسوأ حاجه وان شاء الله مش هتحصل. فرقه تسيمبا تطورت تماما، خلي بالك احنا لعبناها من قريب، ولكن هي تطورت تماما، لعيبه جديده جت، لعيبه كويسه جدا بتلعبها على ملعبها، فاعتقد ان المباراه هتبقى صعبه جدا جدا جدا، بس عندي ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هم متعودين على مثل هذه المباريات ومتعودين ان هم يعملوا نتائج ايجابيه، ومستر موسيماني هيروح يلعب على المكسب، فانا شايف ان حتى لو المباراه صعبه في اجواءها ولكن ان شاء الله لعيبه الاهلي تسهلها على نفسها في الملعب. لعيب باسكت تقيل بصراحه، وعلى فكره كان لعيب كوره جامد جدا يعني. اول ما الاهلي اعلن عن التعاقد مع مستر موسيماني انا يعني اي جوجلد كده، و الراجل ده كان لعيب جامد جدا منتخب جنوب افريقيا 2005 ولعب محترف في اليونان، محترف في اليونان واحترف في قطر واحترف في حتت كتير يعني. صحيح، لعيب جامد. بس يعني اعلق على الحته دي. اتفضل. بص، عندك حمزه علاء مواليد 2001 حارس المرمى بيلعب معاهم باسكت. دي نقطه مهمه جدا، ال 35 لاعب بيحبوا مستر موسيماني، ودي حاجه ايجابيه جدا. طالما اللاعب بيحب المدرب هيموت نفسه عشان يطلع كل اللي عنده في الملعب. فالميزه ان لما تلاقي مدرب بيحبب الناس كلها فيه، تعرف ان الراجل ده عادل، تعرف ان الراجل ده شخصيته قويه، تعرف ان الراجل ده محبوب، تعرف ان الراجل ده بيحب الفرقه بيتعامل معاها. خلي بالك اقف مع بيحب الفرقه دي. انت عارف ان الاهلي تعاقد طبعا مع اساطير في عالم التدريب، يعني من ايام زمان خالص، مستر هيديكوتي، فايتسا، هولمن، الان هاريس، توبل، وطبعا جوزيه، مانويل جوزيه، وغيرهم وغيرهم يعني مش عارف. لكن كل دول كانوا جايين الاهلي يمكن يكونوا عارفين قيمه الاهلي في افريقيا، عارفين انه نادي بطل، جايين يعملوا سي في مع النادي الاهلي، لكن ما حدش جه مضى ووافق انه يشتغل في الاهلي وهو بيحبه زي مستر موسيماني. موسيماني بيحب الفرقه اكيد، موسيماني جاي وهو حلم عنده في حياته من قبل ما المسؤولي الاهلي يعرضه عليه أكيد. بصرف النظر عن قصه فايلر، انه في يوم من الايام يدرب النادي الاهلي، وده بيتهيالي جزء او جزئيه مهمه جدا يا كابتن. بص حضرتك، مستر موسيماني صاحب يعني ماسك سان داونز 7 سنين، عامل بيهم نتائج كويسه، قابل فرق افريقيا كلها، وهو عارف النادي الاهلي من زمان. ايوه، فلما تلاعب النادي الاهلي بتبقى نفسك يعني، وتيجي تشوف جمهوره وتقعد تتصور معاه وتتصور في الملعب عشان توري الناس الجمهور عندك لما تروح بلدك، دي حاجه حلوه جدا. ناهيك ان معاه خالد علي المنسق بتاعه، خالد علي محببه في النادي الاهلي، هو كان نفسه يشتغل في النادي الاهلي من زمان، لما يجي يبقى موجود فهو جاي عن حب. وخلي بالك مش سايب فرقه ضعيفه، ده طبعًا سايب سان داونز طبعا، فرقه سي في محترم جدا، جداً 7 سنين تقريبا جدا، دوري ابطال ايوه بالظبط، ولعب معاهم كاس عالم يعني، فسي في قوي جدا. لما يجي عارف هو جاي فين، وعارف اسامي اللعيبه اللي عنده بالناشئين، يا راجل ده جاي عارف مين اللي في الناشئين بيتصعد. أيوة. انت ليك حاجه، في حاجه اكتر من كده؟ طيب، عشان احنا ما بنقولش احنا تمام جدا، وعشان احنا باصين دايما لقدام، ايه من وجهه نظرك الحاجات اللي مستر موسيماني محتاج يشتغل عليها الفتره اللي جايه؟ طيب، وجهه نظري الناحيه الدفاعيه كويسه جدا، ولكن التكمله العكسيه نمره واحد من علي معلول او محمود وحيد او محمد هاني، في بعض الاوقات انا بلعب 4-2-3-1، الاثنين ديفندر بيبقوا واقفين، واحد فيهم ما بيكملش واحد بيكمل. طيب، لازم، وده بيلعب الكروس، علي معلول مثلا بيلعب الكروس، لازم محمد هاني بيبقى واخد الطرف الناحيه الثانيه، لا لازم يكمل لجوه عشان ممكن تنزله، تحصل طيب كتير، والعكس صحيح، يمكن علي معلول بيعملها لما الكره تبقى عند محمد هاني، علي معلول بيخش لجوه يمكن تجيله الكره عشان يجيبها، الناحيه الثانيه ما بتتعملش. اوكي، ماشي، ادي نمره واحد. نمره اثنين، اللي بيلعب 10 أو 9.5، قفشه لما بيبقى فايق بيبقى امتى؟ لما بيلعب في الزون 14 او بيلعب تحت الاثنين ديفندر بتوع الفرقه الثانيه، ما بين الديفندرات وما بين السردباكات، تمام؟ قفشه لما بيطلع بره ما بتقل فعاليته، ما بيبقالوش وجود اصلا، سواء بقى قفشه، سواء لما يرجع ناصر ماهر بالسلامه ان شاء الله ممكن اجاييه يعملها. لو المكان ده مكسب 4-2-3-1 في المكان ده، المكان ده لو اتلعب في الزون 14 ده واللعيب اجاد فيه، اعتقد ان احنا هنبقى مميزين جدا فيه. عندك السترايكر
طبعا ناصر ماهر رجع، دي لقطات طبعا اعتقد هيبقى اضافه بمناسبه يعني نمره 10 يعني. كتير راجعين على فكره كابتن احمد محمد الفتره اللي جايه، محمد محمود ابتدى جاري، كريم ندفد يا رب ربنا يرجعهم بسلامه، متولي ان شاء الله قرب، وليد سليمان طبعا، وحتى اصابات الاهلي اللي غابت على الماتش امبارح الحمد لله كلها يعني قدر الله ما شاء فعل، بس يعني اصابات خفيفه كلها ايام ان شاء الله، وسكواد يبقى كامل. في لعيبه في النادي الاهلي حاليا شايف انها محتاجه شغل خاص او دعم خاص من مستر موسيماني؟ اكيد الاسترايكرز الثلاثه يعني اذا كان بواليا، محمد شريف، مروان محسن، عايزين دعم نفسي وشغل كتير على الجون يعني. لازم يشتغلوا كتير على الجون عشان الفرص اللي بتجي لهم وبتضيع دي لازم يركزوا انا امبارح النهارده كنت بقول في اول حلقه انه امبارح العلامه كامله، الحاجه الوحيده اللي يعني اللي ضايقتني اللمسه الاخيره، اكيد لانه اللمسه الاخيره كانت تفرق معانا كتير قوي. اكيد بقول لك الماتش اللي خلص امبارح 7-8 فيعني انما الشغل ده على الجون لازم الثلاثه يعملوه، لازم اجايه وكهربا. يمكن ميزه كهربا حتى هو في أسوأ حالاته مش امبارح يعني، بقول في العموم ممكن يجيب لك الراجل ممكن يجيب هو لك غاب الشوط الاول يعني ما كانش غاب، هو عمل كورتين وجات له واحده حطها جت في صدر الجون، انما في المجمل مش ده يعني مش خد ده بالك كهربا. يعني انا لما بقيس بكلم كهربا بقول الجمهور مستني ايه من كهربا، فاهم قصدي؟ يعني مستني طبعًا كتير طبعًا من كهربا طبعا. اكيد كهربا لاعب مهم جدا ولاعب مش عشوائي يعني، عايز اقول لك انه بيعمل حاجات ما تتوقعهاش، فعشان كده الجمهور بيحبه وعايزه وعايز يشوف منه حاجه كويسه كل شويه. فالخط الامامي لازم يلعب كتير على الجون في التمرين عشان بنقدر نوصل بالكوره كويس جدا، بس نيجي عند الجون ما بنسجلش، في مشكله كبيره جدا. بنبتدي المباريات كلها من الشوط الثاني، اول 45 دقيقه ما بنحرسش، يمكن العكس حصل في مباراه الدحيل، احرزنا هدف وكنا ماسكين متسايدين المباراه، بس ده حيل استثناء القاعده انه الاهلي الشوط لما بيجيبش بيسجل. لازم نشوف حل في الموضوع ده. لسببه ايه يعني؟ بتبقى مطمن او عارف ان الفوز هيجي في اي وقت ولا بتبقى ايه يا كابتن احمد؟ ما والله بص يعني ليه المكنه ما بتدورش من الشوط الاول يعني من اول الشوط الاول زي ما بتدور من اول الشوط الثاني؟ الشوط الثاني بحس انه جرينتا الحميه يعني لما بيضيع منك شوط انت بتنزل بتبقى قلقان فعايز تحرز. بس انا هفكرك برضو في ماتش اتحاد السكندري اللي الاهلي كسبه 3 جون تقريبا في الدقيقه 12 او حاجه كده بتاع محمد شريف واللي عملها له طاهر محمد طاهر، بعديها جون كهربا في اول ثلث ساعه كنا جايبين 2-0. فانت على حسب برضو ايه الفرقه اللي بتلعبك، لان انت معظم الفرقه اللي بتلعبك اول 45 دقيقه بتعملها قفله جامد قوي ماشي. انما فرقه زي الاتحاد السكندري كانت بتهاجمك، فانت في مساحات كبيره في ظهرها تقدر تحرز فيها. الدحيل كان بيهاجمك، يمكن الشوط الاولاني ما هاجمناش خالص، بس احنا قدرنا نجيب جون وكنا ممكن الكره بتاع بواليا اللي اتحسبت اوف سايد تتحسب جون. الشوط الثاني هو بيهاجمك وانت بتهاجمه، فالفرقه اللي هتلعب معانا جيم مفتوح ان شاء الله نقدر نحرز فيها في الشوط الاولاني ان شاء الله باذن الله. نورت وشرفت كابتن احمد، سعداء دايما بوجودك معانا في السادسه. انا اسعد، ربنا يبارك، وسعداء جدا بلقاء حضراتكم كل يوم ان شاء الله باذن الله. زي ما قلنا الاهلي يسافر يوم الجمعه رحله ويوصل بالسلامة إن شاء الله، رحلة مدتها 5 ساعات ويبدأ الاستعداد لمواجهة سيمبا بطل تنزانيا في تاني جولات بقى دوري أبطال أفريقيا. تحياتي لحضراتكم ونقابل حضراتكم إن شاء الله مع بداية أسبوع جديد.